بدأت المشاركة بقصيدة شعرية تحت عنوان عدل للماء. يجب أن نقر بعدل لفائدة الماء. هل أزعج إذا نبهت أننا في خطر؟ هل أثقل إذا ذكرت بأن ما للحياة من مصدر سوى الماء المنزل والموزع بحكمة وقدر؟ هل نمضي فيما نحن فيه من إسراف بلا نظر؟ ماذا لو غيرنا سلوكنا نحو ما فيه من خير للأرض والبشر؟ فلنبدأ بالسهل الممتنع، حب الماء كحب العدل، حب الماء كحب العدل. هل منا من يرضى بأن يشنق ظلما بالحبل، أو أن يغتال ولده بالعطش والذبل؟ هيا لنصرة الحياة بالاتزان والعقل، نسقي الزرع بالتنقيط عوض الغمر، نغتسل بما يعادل سطلين لا أكثر، نشرب الماء في كأس أصغر حتى لا يتلف ما بقي فيه ويهدر، نقفل الأنبوب بين مرحلة وأخرى من الوضوء بكل وطر. لما شلال لتخليص الأواني من الوضر، وعاء للحك بالصابون ووعاء للمعان يبصر. إذا كانت البرازيل وروسيا وكندا أكثر البلدان للمياه وفرة، وكان سكانها لا يغمرون بالماء بيوتهم بالمرة، ويكتفون بالمكنسة أداة للنظافة حجرة حجرة، فكيف لمن كان بلده شبه جاف أن يدفق المياه في بيته بدون عبرة، وأن يملأ المسابح الخاصة بدون خشية ويعيد الكرة، وأن يغسل سيارته بخرطوم الماء بدون عبرة؟ إذا كانت العين تبصر وتفرح بالدمع البارد، فما الماء للأرض إلا حياة وقرة. شكرا لكم.